قوم هات غازي يا فريد. الدراول؟ شفي الدراول؟ طرشي؟ أخوك مطرشة البنك وللحين ما رد. نطري؟ شنطره؟ الساعة 11 وأنا للحين ما طبخت. قوم هات. لا. واللواء؟ يلا قوم أحسن لك. يما أدرس الله يهديك، شبلاش أنت؟ وين لسانك اليوم؟ أنتوا ما تبوني أنجح، ها؟ خلاص؟ خلوني أركز. وبعدين تعالي، ما يحتاج تغدى اليوم ولا هو كل يوم غدا. زين الو سالم، سالم محل. زين مشكور. يعني شلون ما نطبخ اليوم؟ ناكل خبز وجبن وزعتر. كفايه يمه نغير، وبعدين ما يحتاج زعتر. ها ما يحتاج ما يحتاج. الا شاطه نفسي انا على شنو هو حرق اعصابي. ينيت؟ اي نعم ينيت. دراسه ماني دارسه، وامتحانات ماني مقدمه، والشهاده ما لها لازمه طالما الانسان مهما كبر ومهما سوى ما له حق انه يقرر مصيره. اذا تحملوا النتيجه. لا يا نت، كان للعالم الغربي الصليبي أطماع اقتصادية في العالم الإسلامي نظرا لموقعه الإسلامي. عادل تعودي من إبليس يا بنيتي. وقومي قومي يا ودينك كتاب ينفعك. يما موضوع الدراسة لا تتكلمون فيه، انسوه نهائيا. على وجه بنيتي الله يهديك ان شاء الله. يما لو سمحتي تعطيني الدريو اللي ورقه علشان يبلي المجلات اللي انا ابيها، الشبكة والموعد مشاعل وحمد وألوان بعد. ترسمي؟ كان للعالم الغربي الصليبي أطماع اقتصادية في العالم الإسلامي. يا الله صباح الله خير، أصبحنا وأصبح الملك لله. ألو صباح الخير. صباح النور. معاك جاسم بو سعد. يا هلا يا هلا بو سعد. الله يحييك ويبقيك. أنا اتصلت عشان أقول لك ايش سويت مع سعد. ايه ما خلت كلمه ما قلتها. بس هو معاند. يعني شلون معاند؟ يعني مصمم على بنتك. بس انا ما سكت له، باتوا وراه لين يشيلها من راسي ويرتاح بالك. اتهقى يعني بيب نتيجه؟ ان شاء الله في فايده، بس انت لا تزعلي نفسك. والله شلون ما ازعل، بنتي بتخسر دراستها وبتشربكني مع اخوي. ان شاء الله كل هالمشاكل بتنحل، بس انت وسعي صدرك وطولي بالك يا يام سالم، والله يعينك على العيال. اي والله الله يعيني عليهم. كل ما كبروا وكبرت مشاكلهم وياهم. صاجه والله مش صاجه، وانت ما قصرتي معاهم، من مات المرحوم وانت دافنه نفسك معاهم، ما قصرتي في تربيتهم. شو اسوي والله يا ابو سعد، انا ايش طالع بيدي. انت مره كفو، واللي سويتيه حق عيالك ما حد يسويه. والله يا ابو سعد كل اللي سويته شيء ما في طيب ولا في منه. هذيل عيالي ومهما اسوي لهم جليل بالنسبه لهم. القطوه وهي قطوه تشيل عيالها وتربيهم. لا تقولين كذي، انت قمتي بالواجب واكثر، وكل الناس يمدحون عليك وانت. ما علي يا ابو سعد، عاد اسمح لي انا وراي طباخ. زين زين زين. ام سالم خير؟ أنا بكلم سعد مرة ثانية وثالث ورابع، ومو بهادة اللي يشيل بنتك من راسه، وباتصل بك عشان أقول لك إيش صار. مشكور يا أبو سعد، ما تقلق.
مع السلامة. نيلة، نيول، نيلو، شفتي ابوك؟ شفتي ابوك ايش سوى؟ كاتب العمارة باسمه وتقولين لي كاتبها باسمك وباسم اختك، وانا المسكين على نياتي صدقته، مرهي على نفسه ومضيق علينا. شفتي ابوك وفعايله؟ انزين اذا هو كاتبها باسمه ما ردها عقب عمر طويل ان شاء الله بتصير لنا. هي واحنا شلا ننطره لين يموت؟ اذا احنا ما استانسنا بفلوسنا الحين اي متى نستانس؟ لا كبرنا وشيبنا وبيضت شعورنا. يا يعقوب يا يعقوب، سواء كتبها باسمه او كتبها باسمي الله يهديك، بس انت ايش بتستفيد منها في هالوقت؟ ناخذ نصيبك وناجر وناخذ الاجر، لكن اخ اخ ابوك صاد كل المنافذ ماكل الخضر واليابس. لا وبعد جاي بقوة عين ومتانة وجه يبيك تاخذين له سلفة من البنك. هدي اعصابك، هدي اعصابك يا يعقوب. اسمعي الحين، الحين تلغين توكيل ابوك وتكتبين توكيل باسمي انا، مني ورايح انا اللي استلم معاشك ما حد غيري، وبس عاد بس كفاية اللي شفطه منك. ان شاء الله اللي تامر به بيصير، بس انت لا تعصب. زين ما معصب، يلا خلاص هاتش. ايش طالعيني كذي؟ اي مريت البنك وعطوني هالورقه عشان تملينها، ما فيها شيء. انا ما ابي ابوك يستغلك اكثر من هالشكل صدقيني. يلا وقع ايش تنطرين؟ في بنت تسوي في ابوها هالشكل؟ تعاند ابوها وترضي ريلها؟ اخ لو تطيح في يدي يا يعقوب وهي زفت. انا اغتشيت بهالعقرب، رفضت اللي احسن منه 100 مره، كله علشان نيلو واخرت تطيح في كبد هالزفت يعقوبوه. خلاص خلاص يا خلفان انسى هالسالفه. حبالك بسيطه هي، تفتكرين بكلامك هذي بتخففين عني صوت نيلو؟ لا ما هبان اللي انحط في هالموقف، ما هبان اللي انسى. هذي لبناتك ومالك بد منهم. واللي يرحم والديك فكيني، روحي دارك ابركلك. انا اللي بقيت اقوله ان البنات ما يون الا بالسياسه وباللين. شعدال هالسياسه اللي تبين يتبعها معاهم؟ يعني اتلين معاهم تعطيهم ريج حلو. ها اي والله هذه رايحه عن بالي صدق، والسياسه يمكن تنفع مع نيلو. حبهم ولو بقيت عيونهم اعطوك اياها، لكن تهجين ان هالسياسه تنفع مع نيلو. وحشتيني يمه، وحشتيني يا شيخة، ما تتصورون شقد شقد ولحت عليكم، حسيت ان العمر كله طاف وانا ما شفتكم. نفس احساسي يا نيلة، البيت كله لج، ما عرفت قيمتك الا يوم فارقتينا. عشان الله يخليكم البعض يا عيالي. مشكور يا يبا مشكور. اي بس علشان تعرفين ان قلب ابوك نظيف ما هو مثل غيره. تفضلوا تفضلوا. يلا يبا سامحني عاد يا يبا، ترى كل اللي صار غصب عني وأرجوك سامحني. أنا يا أبوك نسيت هالموضوع هذه كله، ولا أنا ما أبي شيء من وراكم الله يغنيني عنكم، بس كان ودي أجمع لكم كم بيزة تنفعكم عقب عيني. الله يخليك ذخر لنا يا يبا، والصراحة أنا ما كنت مصدقة أنك بتحرمني من شوفة أختي وأمي مثل ما قلت. لا يا أبوك أنا ما سويها، بس الواحد تعرفينه في حالة غضب يقول أي شيء، ولا أنت يا نيلة عزيزة وغالية، وعلشان تصدقين أنت يوريلك باكر معزومين عندي على الغد في البيت، وبذبح لكم ذبيحة بعد اشتبين. صدقني يا حمد صدقني، مشروع ناجح، مشروع ما ميش مثله. انا علي الارض وانت عليك تكلفه البنيان، ونبني لنا كم من دكان ونأجرهم، بيدخلون علينا فلوس فلوس بلا ما نتعب وبلا خساره. قلت لك لا. ليش لا يا حمد ليش لا؟ انا بكلمك بصراحه. يا ريت قول. انا هالمشاريع الصغيره واللي ذكرني بتجاره السيارات خلاص شلتها من راسي بالمره، واذا فكرت ان انا ارد حق التجاره مره ثانيه فتاكد ان انا برد بمشاريع كبيره. خوش مثل شنو؟ ما فكرت، وعموما يعني كل شيء بوقته حلو. والحين الوقت في صالحك يا حلو، والسوق يبي له حركه،
بس انت مشكلتك انك مو بواثق في نفسك، وفي نفس الوقت ما هو براضي تتحرك. تحرك يا اخي، تحرك قبل لا تطير لطيور برزاقها. يعقوب ارجوك وفر هالكلام في هالموضوع دي، بعدين انا للحين مو مقتنع ان انا ممكن اصير تاجر ناجح. ليش؟ شو اللي ناقصك؟ انت ولد تاجر عود، وعندك خبره سابقه في التجاره، وعندك ثانويه، وذكي. اذكى من هالسالم هذا اللي نافخ روحه على خالي بلاش. يا اخي انت ليش مو واثق من نفسك؟ ما تقول لي يعقوب انا مليت من هالمناقشه. والله انا مو باين علي انك تدفن نفسك في وظيفه مكتبيه اي واحد عادي يقوم بها. انت المفروض تكون انت الحين. نعم خير ان شاء الله. انا ضيف الاستاذ حمد. يا والله ما دريت، تصدق بس هذه مو بميلس يا اخ، هذه شركه. سالم مش فيك معصب كذي يا اخي؟ هذه كلها معصب وبس. احترم نفسك يا اخ، وسبق اني قلت لك ان هذه الشركه يا اخ مو بسبيل لك وحق امثالك. سالم مش فيك يعقوب؟ مو بيايا اطلب منك شيء. يايا بالشركه تبني له بلاش؟ ايش دعوه يا ابوي، هذه مو بشركتك بروحك انت. يا حمد انت صدقت انه يايا بصدقه؟ سالم مش فيك انت، هذه ضيفي ومالك حق تتكلم معاه بهالطريقه. اسمعك، ضيفك في بيتك مو بهني. وبعدين بصراحه انا هالاشكال هذه على طولها كذي ما طيقها. هذه شيء راجع لك انت، وما تفرض ذوقك علينا. اسمع عاد، انا هني شريك ومن حقي اني اهتم بالشركه وبالناس اللي ترددون عليها. وبعدين يا عقوب هذه اللي انت جالس لي من الصبح تدافع عنه سبق ونياني 3 مرات وكأن الاخي طالب بحق من حقوقه. انا بصراحه افضل حسم الموضوع وما احب اشوف رقعه وجهه هني. اي بس انا بس ارجوك بلوي على راسه كلام فاضي، وكلامي هذا يعتبر اوامر لانه في صالح الشركه. اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. جريمة قتل عند لسان البحر. انت بتقول ايه؟ 2 اتقتلوا لحد دلوقتي ولسه الفاعل فيه مجهول. العد اللي انت بتتمسع فيه مش اكتر من ستار تخبي ورا دوافعك الحقيقيه. انسى نوال اللي حصل زمان، انسي اربوكي. متهيالي لازم تتخذ الاجراء القانوني المعتاد وتامر بحبسها 4 ايام على ذمه القضيه. ابراهيم سميحه ما تعرفش لحد دلوقتي اي حاجه. وليه يا اخي تحط نفسك في الاختبار ده وتبان انك مخالف للقانون؟ طبعا لا يمكن اعمل حاجه زي كده. ابوها ضالع في جريمه قتله وجرائم كثيره جدا لسه ما اتكشفتش. كنت متصوره ان يجيب كده. جبتيها منين؟ اي مجرم في الدنيا لازم يدفع ثمن اخطائه. شاهد إثبات يوميا 10 مساء على قناة ذكريات. أين هو الثعلب نفسه؟ ها؟ يا إلهي أين اختفى؟ تعرفون أنني سأغلبكم. سأجعلك تتأكد من أنك محتال. إنه وحش، انظر إليه، ليس لديه ظل أبداً. خائفة يا ابني. سوف أخذك من فراشك، وذلك حينما تدق الساعة في منتصف الليل. أنا أخاف أن يموت ولدي، أنا خائفة جداً. حكايات عالمية يومياً 4 مساء على قناة ذكريات. الدقة في الوقت، فكروا ما تستعجلوا في الإجابة 30 ثانية. ما الشيء الذي من السهولة أن تدخل فيه ولكن من الصعوبة أن تخرج منه؟ الكتاب. الكتاب، وإجابة صحيحة 10 درجات.
انتوا بكالوريوسات ما شاء الله عليكم في علوم، رقم 33. ايش اسمك؟ محمد درندري. طيب مبروك يا محمد، مبروك. ما هو الشيء الذي يفقد قيمته اذا تحرك به اللسان؟ ما في اجابه؟ في العراق. اخر كلام؟ اخر كلام. 300 واجابه صحيحه 10 درجات. الدقة في الوقت، الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. أنا موفر راش عنده علشان أتأمر عليه، وأنا إذا اشتغلت هالشغلة البسيطة برغبتي وعلشان ما حد يتأمر علي. إيه هالسالم ذي يتأمر علي ويعاملني كني ياهل ويحرجني قدام الريال؟ سالم نشيط يا حمد، ومن يوم ما دخل معانا الشركة والشركة منتفعة والمشاريع كثرت على يده، وما فيها شيء إذا قالك كم كلمة. شلون ما فيه شيء يبا؟ شلون ما فيه شيء؟ أنا ما أرضى على نفسي أنهان بهالصورة. يتأمر على العمال اللي عنده كيفه، بس ما لخص فيني ولا لحق علي. ما عليه ما عليه يا حمد، سالم ولد عمتك ويعزك مهما صار بينكم. انا غني عن معزته اذا كان بيحرجني وبيحرج كرامتي، واذا يبه هالمره سكت له المره الجايه مو بساكت. اسمع يا حمد، انا ريال اسافر وايد، واذا انت صاج حاب الشغل في الشركه انا ما عندي مانع تحل محلي اثناء غيابي. ها؟ محلك؟ يعني يعني انا اكون الشريك الثالث؟ اي نعم يا حمد، وانت الحين عرفت الشغل واثبتت انك صاج وتبغي تتعلم، وعلشان سالم بعد ما يطلع فيها وايد ويسوي لك حساب. انا موافق يبا، وبثبت لك اني قد المسؤولية، وانا بقول حق جاسم وسالم ان ولدي يحل محلي اثناء غيابي. ايش قلت؟ يما نعيمة، يلا يلا يما البسي عبات ان شاء الله نروح نخطب شيخه. وي انت استخفيت، حد يخطب القايلة؟ الوقت مو مهم يا يما، المهم انها وافقت. يعني شيخه وافقت؟ اي نعم وافقت. يلا عاد، يلا عاد عنا المصاخة. ليش يما؟ شنو المشكلة الحين؟ انت للحين طالب، خلص دراستك وخذ شهادتك بالاول. مو متزوجين الحين، بتنطرني هنا اشتغل وذيك الساعة بتزوج. يا سلام، يعني اتفقتوا على كل شيء تقريبا. ولا تقولي لي لين تنجح. لا، لاني نجحت بس عشان ارضي شيخه. نجحت متى؟ اليوم طلعت النتيجه. الحين رايح تبشر شيخه قبل لا تقول حق امك؟ صج ما تستحي. حقك علي يا يمه. يلا عاد. والله انا ماني مصدقه انك نجحت، انت من صدقك ولا تضحك علي؟ صدقيني يا يمه صدق، وباكر ان شاء الله يجيب لك النتيجه والشهاده بعد. قومي عاد نروح. ويه ما بقيت تنجح؟ الحمد لله يا ولادي، الله يبشرك بالخير. مشكورة يا يمه. يلا عاد نروح. وين نروح؟ نخطب شيخه يمه. يا فريد انا مالي بارضك ومو ناقصتك. الله يهديك يا يمه، احس شنو انا ضايقتك فيه عشان تقولين هالكلام؟ ها كل اللي ابيه منك انك تروحين تخطبين شيخه رسمي. بعدين بعدين، خل اخلص اول من مشكلة اختك. الله يعيني عليكم. بس يا خال يا خالي، شلون يحل محله؟ هذه مو دكان، هذه شركة. ندري انها شركة، ندري، واحنا اللي مؤسسينها، ولا انت ناسي حضرتك؟ يا خالي انا مو ناسي ولا شيء، بس حرام عليكم، حمد ما يفهم فيها الشغلة. يعني انت كنت تفهم قبل؟ يا جماعة انا ما عندي اعتراف، انا ما عندي اعتراف، بس انت كذي عبد الوهاب ظلمت فهد. لا يا جاسم لا، فهد حقه محفوظ، وبعدين انا ما جسم ثروتي وعطيت واحد دون الثاني. كل ما في الامر ان حمد عنده استعداد انه يتعلم، وانا حاس انه في المستقبل بياخذ مكاني. بس يا خالي واللي يرحم والديك فكر عدل، وتذكر ان هالشركه فيها فلوسنا كلنا، واي خطا حتى لو كان بسيط في القرار او التنفيذ بيضيع كلنا. يا سالم يا سالم، انا ما قلت حمد هو اللي بيقرر وبينفذ، حمد بيكون من بينكم يتعلم منكم، واذا اخطا نبهوه. خلاص عبد الوهاب، انا مستعد اعلم حمد، وحمل عنده استعداد ويحب الشغل كل الايام. اي بس حطوا في اعتباركم شيء واحد، انكم انتوا اللي اخترتوني كمسؤول فعلي عن الشركه، وعندي انا مصلحه الشركه فوق كل العواطف والمجاملات.
السلام، شلونك؟ اهلا وسهلا. شلونك انت؟ الحمد لله بخير. طبعا مستغربه زيارتي. لا بالعكس، حياك الله في كل وقت. ما ادري يا نيلة، حسيت اني بحاجه لصديقه تسمعني، واحس انها تخاف علي وتحبني. الحقيقه احنا طول عمرنا نحبك، بس انت اللي ما تحبين تختلطين فينا. هو مو مساله اني ما احب اختلط بحد، ما ادري ايش اقولك، انا دائما يساء فهمي، يمكن لان انغماسي في الكتابه والقراءه خلوني اعيش وحيده. صرت لما اقعد بين الناس احس ان في فجوه بيني وبينهم، والفجوه هذه تنوجد غصبا علي. ما ادري اذا كنت تفهمين كلامي ولا لا. احاول افهم. نيلة، ارجوك تسامحيني عما بدر مني من زمان. لاوي، هذه شيء قديم ونسيناه، واحنا ما نشيل في قلوبنا، ولا تنسين ان انتي بنت خالتنا وغاليه علينا. وعلشان كذي انا جيتك، لاني حاسه ان عندك قلب كبير ممكن يتسع لمشكلتي. اذا اقدر اساعدك ما راح اتاخر. تسلمين يا نيلة. انت طبعا عارفه موضوع فهد، انه تقدم وخطبني من الوالده ومن اخوي سالم. انا مو مقتنعه فيه، لكن امي واخوي سالم مصممين اني انا اتزوجه. خلاص صارحي بحقيقه مشاعرك تجاهه. حاولت، مو راضي يقتنع. كل ما احاول اني اتصل فيه امي يقول لي مشغول او ما اقدر. اي ما ادري، كنا خايف انه يسمع رفضي له. تحبين اكلم حمد علشان يكلمه؟ لا، افضل ان المشكله هذه اواجهها انا معاهم، لاني ما احب الوساطه في هالامور. اللي تشوفينه. تدرين يا نيلة، احيانا الانسان يكون في حاجه لصديق، ومهما تثقف وتعلم وتطور لازم يكون في حاجه لصديق، انسان يسمعه يتكلم معه يحس فيه. وانا لما حسيت اني طحت في مشكله، اول واحده اخترت في بالي انتي. انت تدرين ان انا بقدم على خطوه بنهي فيها موضوعي مع فهد، والخطوه هذه الكل بيوقف ضدي معاي، بس ماني عارفه. اتمنى انك تكونين واقفه معاي حتى لو وجدانيا. انا تهمني سعادتك، ومو بس انا بروحي، امي واختي بعد بيوقفون معاك، وقلوبنا وبيوتنا مفتوحه لك يا فاتن في كل وقت. تسلمين يا نيلة. ما عندها سالفه اللي من عديتك. انا قايلت لك انها هالايام عصبيه، وانت اللي قالت له بعدنا يتهرب مني؟ انا ما تهرب منك يا فاتن، بس انا ما ابغى اشغلك عن امتحاناتك ومستقبلك. ما حد يقدر يشغلني عن امتحاناتي ومستقبلي، وبعدين انا عارفه مصلحتي وين، لكن الموضوع اللي بغيت اصارحك فيه. صلي على النبي يا فاتن، لا تشطين روحك وتشطيننا معاك. ارجوك يما، اسمع يا فهد، باختصار وبصراحه انا ما بيك. ايش هالكلام؟ ايش هالخرابيط؟ انا هو على كيفك، تبينه ولا ما تبينه؟ والله ان ما تسنعتي يا فتون، لا خلي اخوك سالم يسنعك اللي ما تستحيل. لحظه عمتي، لحظه. اسمعني، خل عمتك على صوب وواجهني انا. ليش يا فاتن؟ شنو اللي ليش؟ اصلا احنا ما نصلح لبعض، تفكيرنا مختلف، اهواءنا مختلفه، حتى كلامنا مختلفه يا اخي. وبعدين اعتقد اعتقاد جازم انك اخر واحد ممكن افكر فيه علشان يكون شريك لحياتي. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. حسبي الله عليك من بنيه. يما، اكو احد ميت عشان ترددين هالعبارات؟ والله ما حد بيموتني قهر غير كلامك. انا ما صلح لك يا فاتن؟ لا، وارجوك تصارح ابوك في هالموضوع وتنسحبون بهدوء. ان شاء الله مثل ما تبين. حسبي الله عليك. اقعد يا ولدي اقعد. ما قصرتي يا عمتي، حاولت تجنبيني هالموقف وخليتيني اصدق ان فاتن عصبيه، والاحسن اني ما تشوفه. المسألة غير كذي. أرجو أنك ما تزعل مني يا فهد، هذه حياة زوجية وما تتحمل أي نوع من المجاملة. معك حق، أنا آسف. على شو تأسف يا ولدي؟ إحنا اللي غلطانين بحقك مو أنت. من رخصتكم. أوقف يا فهد، أوقف يا وليدي. استأنست الحين؟ ورد خاطرك؟ حسبي الله عليك من بنية، حسبي الله عليك. خالي قال لي انك غيرت رايك، وبصراحه يا فهد الكلام ذي مو بداش راسي. قول لي شو اللي صار. سامحني يا ولد عمتي، انا ما اصلحك فاتن. ومن قال لك الكلام؟ انا عرفت وفكرت، وعرفت ان فاتن اقصد
أنا ما أصلح حق فاتن وما لي نصيب فيها. يا فهد أنا مو مقتنع بهالتبرير. فاتن هي اللي طلبت منك تنسحب؟ لا يا سالم لا تظلمها، أنا اللي غيرت رأيي وأنا اللي أستحق لومكم. زين يا فهد زين، مثل ما قال خالي الزواج قسمة ونصيب، والله يوفق الجميع. مع السلامة. مع السلامة. انتم ما تعرفون ايش عندكم على السفر؟ عبد الرحمن راح الهند وانت تبغى تروح لندن، هل ما اشتهت راسكم انتم؟ جاسم اظن انا الاوان ولازم اقول لك. ايه قول عبد الوهاب. جاسم انا متزوج وعندي بنت عمرها 4 سنين وعايشين في لندن. ايه متزوج وعندك بنت وتبغى تقول لي؟ سامحني يا جاسم سامحني، انت رفيجي وكان لازم اول واحد تدري، بس ما قدرت اقول لك، خفت تلومني وانا مو بناقص. ايه والحين يعني ما بخايف اني الومك؟ انا محتاج انك تفهمني وتقدر الوضع اللي انا فيه. عاد فهمت ولا ما فهمت؟ شو اللي بتغير؟ انت زوجت واللي صار صار، انت ريال ولا علي حاسبك كلش، اذا سويت صح ولا خطا غير نفسك. بس أنا محتار محتار يا جاس، إن سافرت هناك أحس إني مقصر في حق فهد وحمد وشغلي وخواتي، وإن تميت هني قلبي يتقطع على بنتي وأبله على زوجتي، يعني لا هني مرتاح ولا هناك مرتاح، وفكري مشغول بين لندن والدوحة. مريع عبد الوهاب مشكلتك الظاهر محلولة، جيب زوجتك وبنتك وخلهم يعيشون معاك هني. تفتكر يا جاسم تفتكر اني برتاح؟ والله عاد ما احبك انك شعلان دم هناك ونيب مركزه لك هني بالدوحة. انا ما اقصد شيء يا جاسم، انا متعلق بلندن علشان بنتي وزوجتي. زوجتك يبا روح له هناك ويبها وخل تعيش معك في بلادك. صحيح صحيح، الظاهر ما في حل غير كذي، انا فعلا لازم اجيبها هني علشان بنتي بعد تشوف اخوانها وتعرف بلدها وتتعلم على تقاليدها. بس اسمعني قبل لا تسافر صالح عيالك وقول لهم عن حياتك الثانيه اللي كنت عايش بالخش. كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. أهلاً ومرحباً بكم مع فقرة المسابقات. معلومات منوعة. بماذا نسمي هذا الأكسجين؟ صفة من الصفات النبيلة. صقر من أسرع الطيور. وينقض على فريسته بسرعة هائلة. حروف وبراعم يوميا الخامسة مساء على قناة ذكريات. من جنامين مزاحم عاود للديرة. وش قلت؟ اللي مثل دلبوح يغلبك. أحكم باللي يرضي الله وضميري ولو على روحي. هلا بالغزال السارح والورد الفالح. طالت هالضيقة يما، هذا حكمة رب العالمين. كان وده يقتل رجل بري وعلى غير ذنب. أنا يا سرحان انشاف السنة هذه صارت محل، يا دوب الواحد قادر عيش حال. روح غادي يا رجل امشي يا ممداحل يا عبدك ريب. صهيل الأصيل يوميا 7:30 مساء على قناة ذكريات. صباح
طالع عليك سيد بالحارة بأنك ماسك مصلحة غير مصلحتها. ده ما بيكفين المجرمين؟ جاي أنت كمان؟ هدول الأولاد عم يبيعوا مهربات. الناس كلهم حيتخلوا عنه، حتى أقرب الناس إله. كرامة ما بتطعم خلص. معقولة ذيب المسلي يكون عنده هيك ثروة؟ ليه جاب المصاري؟ من إمتى الأب بيقدم كشف عن شغله لأولاده؟ الفضيحة مو قليلة يا رشا، والهم ركبه. نحن أولاده ولازم نوقف معه. صحيح قصة أبوك يا أحمد؟ كلام الناس مثل إبر. عائلة المسلي أشرف من الشرف ذاته. الزاحفون يوميا 6:30 مساء على قناة ذكريات. تو يا يقول لنا عبالي بنستانس اللي درينا ان لنا اخت، عباله بنفرح اذا مرته قاعدها لنا هنا في البيت. ريال ايش كبره وقاعد يتصرف تصرفات يا هال. الله يسامحه. الله يسامحه؟ هذا اللي قدرت عليه؟ الله يسامحه؟ اقول لك ابونا تزوج وتقول لي الله يسامحه؟ الامر بسيط عندك عشان حضرتك تتكرم وتقول لي الله يسامحه، ما هو بكذي؟ ايش اقول يا حمد؟ هذه ابونا ومهما سوى بيتم ابونا وما لنا حق عليه. شاطيب اللي ما لها معنى. اقول لك ابونا تزوج ويا بعيال تقول لنا ما لنا حق عليه؟ احنا لنا حقوق وايد ما وفرها لنا، حق الرعايه والحب والاهتمام، لنا حقوق وايد بخلبها علينا ووفرها حق بنته والاجنبيه. فاطم ما تبغيني يا حمد؟ اقول له ابوي يقول لي فاطم احنا في وادي وانت في وادي. قصبا عني يا حمد، قصبا عني، في قلبي جرح ما حد قريبه. اسمع، اذا كان ناوي يجيب بنته ومرته ويقعدهم هني يعطينا حقوقنا وكفايه انه تزوج من ورانا. ما هو احنا اللي نحاسبه يا حمد. وبعدين يا حمد لا تنسى هذا ابونا، فاذا بيعطينا شيء فهذا من طيبه خاطره مو بالقوه، لان الحلال حلاله. اسمع يا حمد، إياني وياك تقول حق أبوي عن سالفة الفلوس وخلك كل شيء على وقته. أوه مالت عليك. هاملنا وهامل عياله، وكل ما قلنا له شيء قال مشغول. أثاري مشغول بنفسه؟ يعني حرام يا نعيمة إذا شاف نفسه وتزوج من أجنبية عاد. قال له والبنات هني علشان يروح ياخذ وحدة لا هي من دينه ولا هي من ثوبه، وتقولي لي حرام ليش شاف نفسه؟ سواء كانت أجنبية أو عربية مو هني المشكلة. صحيح يا المتعلمة، عيل شنه المشكلة؟ اي نعم متعلمة ومثقفة بعد. أنتوا الحين شاطين عمركم على ماميش. الريال ما قصر، تزوج ويجمع فلوس وعياله كبروا ومرته ما صار له نصيب معاها. يعني ايش تبونه يسوي؟ يموت؟ لا، خلي يتمتع بفلوسه. اي بس هو كبير في السن، واعتقد انه تمتع في شبابه. شو الأنانية؟ بتمتع في جميع مراحل حياته؟ الله عطى فلوس وخلوه يستانس. وعبد الوهاب ما سوى منكر، تزوج وعسى الله يوفجه. يعني يا ظبية انت موافقة على سواته؟ رضيت ولا ما رضيت؟ الريال الحين تزوج وادعوا ان الله يوفجه. وبعدين يا نعيم القلوب أسرار. شلون يعني القلوب أسرار؟ يعني احنا ما احنا عايشين معاه ولا ندري شو اللي بخاطره. الريال ما نقدر نحكم عليه ونقول ان هذا زواجه غلط، ولا احنا عارفين شو اللي بقلبه. وش دعوه هو حاسبنا؟ يدري عنا حيين ولا ميتين؟ يا الله يسامحه عاد. اجنبية عاد. الحين قوله والله يساعد عياله لما بتي هذه الزوجة الشابة تعيش معاهم وتتحكم فيهم. ألو، صباح الخير. صباح الخير. أنا كلمت يا أم سالم وقال لي ما في داعي يا أبو سعد، الموضوع انتهى، فاتن رفضت ولد أخوي. والله ما كنت أدري، يعني خلاص مو ماخذ فهد؟ لا مو ماخذته. خلاص يا أم سالم، ما دام عيالنا يبون بعض ليش احنا نوقف طريقهم ونحرم اللي حلله الله سبحانه وتعالى؟ ما عليه، يصير خير إن شاء الله. البنية الحين عندها امتحانات ولي خلصت يصير خير. زين،
أنا عقب الامتحانات بتصل لكم على طول. هذه إذا ما كان عندك مانع. إيه على خير إن شاء الله. مشكور، مع السلامة. شخبارك ويا ريلك؟ الحمد لله. يعطيك معاشك كله؟ ايه يعقوب مو بمقصر. ايه يعني يعطيك فلوسك؟ الحمد لله مو بمقصر. زين زين يا ابوك زين. انت ما بمحتاج فلوس؟ لا يبا لا مو بمحتاج. يا ابوك لا مشكور يبا مشكور مو بمحتاج. اخذيهم زين اخذيهم اخذيهم يا نيلة. انت يا ابوك الحين مره ومحتاج خرج، وهاي الفلوس فلوسك، وانا اجمع فلوسكم يا ابوكم حق لحتيتونها تلقونها، علشان بس تعرفون ان ابوكم احن عليكم من غيره. الله يخليك لنا ذخر يا يبا ويطول في عمرك. تصرفاتها ما تنبلع، جياتها كثرت، وكل يوم الثاني ده شاغل في هذا حاجة، مرة كرتون تفاح، ومرة خريطة رمان، ومرة خيشة بصل، وهالمرة أشوف قام يجسم فلوس. يا يعقوب أنت ليش تسيء النية في أبوي؟ أبوي نية طيبة؟ هو بنفسه قال ان هذه الفلوس اللي يدفعها لي مو من جيبه، انها من الفلوس اللي كان يجمعها لي كل هالسنين من معاشاتي. اي يجمعها كل هالسنين والحين قام يتكرم بها. شو التغيير هذي؟ ما تقولين لي ايش اللي غيره كذي مره واحده؟ والله يا يعقوب انا مستغربه مثلك، ما ادري ايش اللي غيره، بس اليوم حسيت كان ابوي كبر مره واحده. لا قدر الله لا قدر الله، كان بفارق الدنيا. ليش هو مريض؟ لا 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 ما في شيء، لا تفاول على أبوي، بس يقول إن الدنيا ما فيها خير وإن الفلوس ما عادت تنفع الإنسان عقب صحته وحكي من هالنوع يعني. يعني هو حاس إنه مريض عشان كذي تغير. إيه والله يصير كل شيء يصير في هالزمن العجيب. كرتون حليب بستة وخمسين ريال، خيشة بصل، كرتون من الكبار مال البرتقال هذه بخمسين ريال، ألفين ريال كاش في يده. خيشة عيش، خيشة شكر، رمان، تفاح، صار لي الحين صارف عليها نيلو ويا ريلها 3000 ريال بس في الشهر هذي. الله يخليك لهم يا خلفان، وهذيلا بناتك مو بعيب اللي صرفت عليهم. انا ما قلت شي ما بعيب، بس علشان تعرفون انا ليش كنت ايود معاشاتهم، ايود حق اليوم الاسود. وهذا يعقبوها الحين ياخذ المعاش ويحطه في المخبأ ولا بهم شي. لا انت ما قصرت معاهم يا خلفان، ونيلة الحين عند ريلها وبكيفها. بكيف انا ما اقول شيء، بس ابيها تعرف، ابيها تعرف ان ابوها اولى من ريلها، وفلوسي فلوس. ما هو بعيده عليه باكر يجمع فلوس وياخذ واحده ثانيه على راس. لا يا خلفان نيلش فيها علشان ياخذ على راسها. انا اقول ما هو بعيده، هب بعيده عليه ياخذ واحده ثانيه على راس. انا ابيها تعرف ان مصلحته فوق مصلحتي. اخ بس متى الله يهديه وتعرف معزته عندي. ما ردها بتعرف، لازم تعرف. لا تحاولين تقنعيني يا يما ان ابوي تغير فجاه. ابوي عمره ما يتغير، واذا تغير فلانه يرسم على شيء. انت ليش تصيرين شكاكه كذي؟ ابوك كبر وحس ان الدنيا ما فيها خير. هذا اهو كل اسبوعين مره يودينا نزور اختك وتقولين ما تغير. وسألتي نفسك عن سبب إفراجه عنه؟ لا تقولين كسرنا خاطره، أبوي ما تهمه مشاعرنا وطول عمره حابسنا، حتى هلك وهم هلك ما يخليك تزوريهم إلا من عيد لعيد، والوقت محسوب عليك بالدقيقة والثانية. إيه بس هو تغير، يعني أنت مصدقة إنه تغير؟ زين هيا قولي له أبي أروح أزور أختي، ولا تدرين قولي له بروح أزور بيت جيراننا، ولا سمعي يمه قولي له نبي نروح السوق نشوف شلون صاير شكله هالسوق، ولا سمعي قولينا ابي اروح حق واحد من خواني وشوف ايش يقول لك.
قلت له قبل لا تقولي لي. زين ايش قال؟ ما وافق. عيل شلون تغير؟ شلون تغير؟ وش معنى نيلة بالذات؟ سمعي يمه، ابوي اكيد في راسه شيء، واحنا لازم نحذر نيلة وما تاخذ منه ولا ريال واحد. ايش هالحكي يا شيخه؟ وهي بتاخذ من قريب علشان نحذرها. يمكن الغريب يكون ارحم، ومو بعيد على ابوي يمه باكر يطالبها بكل ريال اصرفها عليها. ونيلة مثل ما سمعت ما تمتلك على شيء من فلوسها، فلوسها كلها عند خلفان الثاني يعقوبه. لا 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 انا ما اصدق يمه. والله اقول لك عالم كنهم مو شايفين خير. كلها على التنزيلات. لا تنزيلات ولا شيء. اصلا المفروض يسوون تنزيلات ما يكتبون عليها عشان حد يجي. بسم الله. يمه ايش في اخوي سالم؟ من يوم انتهت سالفه فهد وهو ما له خلق يطل بويه، كنا مرتكبه جريمه. فكينا واللي يرحم والديك، ترى قلبي متروس منك. يعني حرام اني ادافع عن حقي في الاختيار، حرام اني. والله يا ابو يوحان سانقمت انا بعد، اصلا زاد حساره فيك. قدمت امتحاناتي لكن مو مثل كل شهر، يعني انا بنجح لكن مو بتفوق مثل العاده. العموم التجربة اللي مريت فيها والظروف اللي عانيتي منها كانت في صالحنا. لا تفهميني غلط، لا أنا قصدي إنك صرتي قريبة منه. فعلا يا فاتن أنا أحس إنك أخت ثانية لي. عسى الله يخليكم البعض. إنزين عير أنا أروح داخل وأخليكم تأخذون راحتكم. تفضلي. خالتي مية هينة، تعرف الإتيكيت بعد. هذه طبع وما يحتاج تعليم، وأمي وايد ذكية. تبون الصراحة يا بنات خالتي؟ أنا بصراحة رغم اقترابنا من القرن 21 لكن ما زلت أحس إن إحنا في توج مكتشفة؟ عيل إحنا سباقناك واكتشفنا هالشيء من زمان. عموماً أنا ما بدلائل، أنا متأكدة من كلامكم إنه صح، وأكبر مثل أنا قدامكم. افتكرت في يوم من الأيام إني قوية بقلمي وبكتابات اللي أنشرها، لكن كلمة من أخوي سالم اهدمت طموحاتي، وقفتني عن الكتابة، وقفتني عن أشياء كنت أنا أحبها. وطبعا الحين أنا محاربة من الكل لأني رفضت زوج وهم اختاروا لي. تظلين أحسن منه، على الأقل قدرتي تقولين لا بدون خوف وعندك شوية حرية. أعذروني يا بنات خالتي على لحظات الضعف اللي مريت فيها منذ هنيها، لكن تأكدوا مو فاتن اللي تستسلم لليأس. تخطب فاتن؟ اي نعم يا حمد، وانا صراحة جيت اكلمك في الموضوع قبل اسوي اي شيء، لانك اخوي وصديقي ولان ايه ولان اخوي فهد خطبها ورفضته. انا صراحة محرج اتكلم في هالموضوع يا حمد. مسألة القبول او الرفض كانت بيد فاتن، انت مالك شغل فيها. صحيح، بس انا يمكن اشوف ان فهد يحط في خاطره ويزعل علي. يزعل عليك انت ليش؟ واذا انت ما خطبت فاتن، مرات فاتن بتنخطب وبتتزوج. يعني مسألة الخطوبة ما راح تأثر على علاقتنا؟ لا يا سعد، أنت إنسان نظيف، ومجرد أنك جيت تصارحني قبل لا يصير أي شيء دليل على أنك تحافظ على الصداقة وتحترم اللي بيننا. بس أنا قلبي حزين على أخوي فهد، وما يستاهل الحزن ذي كله. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا سالم. استريح. شكرا لعلم. حياك الله. الله يحييك. شوف يا أبوك، أنا ذيك المرة خطبت أختك حق ولدي سعد، قلت لي لا، والد خاله بيخطبها، قلنا خلاص ما في نصيب. لكن اللي سمعته من عبد الوهاب شيء ثاني، يقول إن المسألة خلاص. أقصد يعني فهم قصدك يا عمي. إحنا بصراحة يا عمي وين بنلقى أحسن من سعد؟ ريال كفو ونعمة. بس يا عمي أنا أقول أعطوني فرصة كم من يوم أشاور الأهل وأرد لكم خبر. مبروك يا فاتن.
حققت أول انتصار.